وبشأن التقرير الذي أصدره قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بالعراق بشأن استمرار عمليات التعذيب والإعدامات الجماعية في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. حياكم الله دكتور أيمن. حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك دكتور أيمن. يعني على ما يبدو فإن الموت محتوم على من تسوقه الأقدار للوقوع في السجون، فأحكام الإعدام كما تعلم تتزايد في الفترة الأخيرة بل لربما بشكل جماعي. يعني إلى أي مدى ترى أن هذه الأحكام تصدر عن محاكمات لا تتوفر فيها لربما معايير العدالة؟ تحية لك أخي مرة ثانية ولجميع المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. حقيقة الأمر المحاكمات العادلة ينبغي أن تتوفر فيها يعني ركائز، هذه الركائز بدايتها الحياد والاستقلالية والنزاهة والشفافية والإعلان، تكون معلنة، يزاد على ذلك تضمن حق الدفاع عن المتهمين، تضمن للمتهمين حق الدفاع عن أنفسهم، وكذلك يعني تفسير أي شكوك لصالح المتهم وليس يعني ضد المتهم، فضلا عن أنه قبل ذلك كله يجب أن تتعامل هذه المحاكم مع المتهمين وفق قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته. لكن هذا كله حقيقة في العراق غير موجود. الموجود هو يعني القضاء عطل موضوع مهم حقيقة في المجتمع، وهو إحقاق العدالة وإنفاذ القانون. هذا كله يتحمل المسؤولية فيه أو تتحمل المسؤولية فيه المنظومة القضائية. منذ 2003 إلى اليوم لدينا المنظومة هذه تعاني من عيوب كبرى على أقل تقدير، فضلا عن أنها يعني تابعة للسلطة التنفيذية، لأنها تخضع حقيقة لرغبات هذه السلطة باعتبار أنه لا يمكن تعيين القضاة إلا من يعني من قبل السلطة القضائية أو من قبل مجلس النواب، وبالتالي هنالك أزمة حقيقية. طبعا هذه الأزمة هي السبب الرئيس فيها هو العملية السياسية التي جاء بها الاحتلال والتي بنيت وفرضت على أساس المحاصصة. وهنا كثير من الأمور طبعا تعرف جنابك، يعني المحاصصة سيكون فيها إبعاد لمسألة الكفاءة على الأقل لا تكون أولوية، يضاف إلى ذلك أنه من جاء بهذا القاضي أو ذاك جاء به لأغراض ولأهداف ولتحقيق مصالح خاصة بالجهات التي جاءت بهم، فهذه هي المعضلة الحقيقية التي يعاني منها القضاء في العراق. نعم، يعني بهذا السياق لربما السؤال الذي يطرح ذاته هنا انعدام الثقة بالجهاز القضائي المناط به بطبيعة الحال، إحقاق العدالة إلى أي مدى يشكل خطورة انعدام هذه الثقة؟ أخي الكريم لا أبالغ حقيقة الأمر، يعني لا أبالغ، لدينا آلاف الشهادات لمعتقلين تعرضوا للتعذيب لكنهم لا يستطيعون أن يقدموا شكوى لعدم ثقتهم بالمنظومة القضائية أولاً، ولخشيتهم من بطش الميليشيات وبطش ضباط التحقيق هاي ثانيا. طبعا هنالك ايضا معتقلون لا يزالون في السجون، فهؤلاء يخافون من سجانيهم. هذا يعني هنا هذه صوره مصغره عن او جانب من جوانب ما يجري في هذه المنظومه، فعدم الثقه فيها وعدم ضمان حمايه الشهود أو حماية المشتكين أو حماية أو توفير السبل الآمنة لهم، هذه كلها حقيقة تستدعي عدم الشكوى، ومنها طبعا ستتراكم
المظالم وتتراكم وتتشابك الحقوق، وطبعا هذا كله ينعكس على المجتمع بآثار سلبية كبيرة. تعلم جنابك أنه في العراق يعني بعد 2003 هنالك تكريس لمسألة المحاصصة الطائفية، وهنالك تكريس لمسألة الفرز المناطقي، وهنالك تكريس حقيقة لمسألة تفرق أبناء الشعب كي يسود الاحتلال ومن جاء بهم الاحتلال. فهذا هو يعني ملخص الكلام بالنسبة لموضوع الثقة بهذه المنظومة أو دور هذه المنظومة في تحقيق العدالة. نعم، يعني المنظومات الحقوقية الدولية والمحلية وعلى رأسها كما تعلم هيومن رايتس ووتش لا تنفك تعبر عن قلقها من وجود أعداد كبيرة من المحكومين بالإعدام في العراق. السؤال هنا، ألا تحرك تلك التقارير المجتمع الدولي ثم لربما من أجل الضغط على هذه الحكومات المتعاقبة لوقف المجازر المتخفية بلباس القانون؟ لا شك أخي الكريم، هنالك طبعا هذه الضغوط، يعني الكل شهد قبل سنتين حتى الحكومة في بغداد أقرت، وهذه الحكومة التاسعة، حكومة الاحتلال التاسعة، أقرت بوجود تعذيب في مرافق الاحتجاج الحكومية. وهذا الإقرار حقيقة يعني جاء من متابعات ومخاطبات ومفاتحات كثيرة للمنظمات الدولية، والمنظمات طبعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الفاعلة في العراق، ومنها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وغيرها كثير طبعا. فهذا كله حقيقة هو نتاج هذه الضغوط، فاعتراف الحكومة بوجود تعذيب. طيب اليوم الحكومة تعترف بوجود التعذيب، ألا يقتضي هذا الاعتراف التوقف على الأقل عن تنفيذ أحكام الإعدام، فضلا عن وجوب مراجعة ملفات جميع المعتقلين منذ 2003 وحتى اليوم؟ لأنه هذه صار فيها شك كبير. اليوم الحكومة تقول تعترف أنه وجود التعذيب في السجون، وهذا طبعا آلاف الشهادات لكثير من المعتقلين ولكثير من على مدى هذه السنين العشرين الماضية، يعني كم هائل حقيقة من الشهادات التي توثق والتي يعني لا غبار عليها في أن هنالك معتقلين تعرضوا إلى تعذيب وتعذيب وحشي شكرا. ومتكرر. فهذا كله حقيقة يجب أن يكون، لأنه يعني اليوم احنا هذه النقطة فقط، يعني اليوم التعذيب ماذا يراد من التعذيب؟ يراد ضياع معالم الجرائم الحقيقية، يراد إفلات المجرمين أو الجنات من العقاب، لأنه سيتحمل الأبرياء هذه نعم، الجرائم، لكن بالنتيجة هذا الذي يحصل وهذا الذي يراد شكرا حقيقة. جزيلا لك، وعذرا للمقاطعة دكتور أيمن، ولكن لضيق الوقت إذا كنت ضيفنا عبر سكايب من عمان، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بالعراق الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لك.